هاي عشان خلاص يبرد دي اللي قال ولوك الهادي جرد لك الحمد لله واحد اسمه سلام جن هذا ما مساحة تلاميك ما نكان بيها ميرا أجبر كتكت يمسيات كنت كده على الله قاعد هذا يجلي صور كجروك مسيات كصور جد أو حبة كوك كثير نكية صو أنت كبا إيه هو كان اللي حول لانتي كذا شدة يوم ماس إبر على زك ديك جرو وأنا حافظ وقرون هذا وجه فيت سيجا هبينكي يدق مدة كاران بلكور صورت قال ما يسنعين إن دادكو يسوغي مادان غوباها لغو فيتسدو وياد كيد إن مساجد لآدو إسكبادا إن لغسو دوكاميسدو غوباها غنعسيغا أو غور هوري البابادة اللي يسوغو دفنجري وقتي وحاة جرتي حال ساع انتا لغارين آن حارون جرني آن لواتي سنين مارو والبو وحاة ارك جرني قفل لواتي نايو أو خورتينا لغو ديلايو أو لواتي بغن إيه كجرتو الحمد لله درتان والاي دقمد كاران حادرين ما بخولكي وبخول إني ونكسنته او امنيغيد اي ونكسنته في عنتا ما شاء الله وبرتمها دقمده كهران هيدها امنيغا او سي توسا اولا فالغلي بولشدا ايا كينتي ان اسبدل امني وكهر غلو دقمده تاسي او كينتي ان الا حل دمبه او هبن كيا ددكو اي سي عادي اه ودح مشاحان وغنا غنعصدان قدها دقمده سي فقر قوي امنيغا كشغي سنة وانتي هوري أكو هاي لكن أنت عندما مسك ذاك عندما مسك يروح وقع عصا عصي أسك جرت وقتي هالك أنا كله دكان كويه من الجوكر هذه وارد يلا أسك هنا هو حد لكن نود لين غطي مرك أفر ساعة شنو ساعة لح ساعة لا يو أسك في تنا هذه جنا أسك إنه نظيف واي وجنا حسنا هنا وساكن المهنة أسرة توصنا عودنا وحن وحنا نأهلنا إن شاء الله وأنا صوب كلنا لبي طبعا واحد يبانا ما أرقنا أولنا قبل تيدا ماشان سلدق أكتيسة أغير هذي لا دافو ماشى موبايل سدي بلكو جدو قانت هس جيستا وهم كوش قيام كو جدا الله وقعت متكلينا هدنا راسي هو قصبت يسق معي ترى هدنا وح قرابه مركا الحمد لله هذا والله ذن هاي موبايل هذا قانت الله قعدنا وأدي أدي سف في أنا ماركينه أنا هدنا أمني في عمانين وتليها سلدق دقمة كارانا كابتن عبد القني حسن علي فولي تليها نبض سجدة دقمدة إسماعيل كورنيل فيجلي أو تلي أورو أو كتير سن بوليزيا ميلتاري يقدوميها دقمدة كاران أبشر كاران أو ستوسا ولف الجلية شعب كدقمدة يجا أو كحال ورسانة يا حالة أمن كدقمدة السلام عليكم قبها جن عسي حل قدام بيش قيا وحى كمدة meelaha lagu tolo dharka ee harqaanka loo yaqaan ama dawaarka maqaaxiyaha goobaha ganacsiga goobaha lagu iibiyo macmacaanka meelaha jirdhiska iyo sidoo kale goobaha lagu iibiyo shopping-ka dhalinyaro ayaa halkan kubada ku ciyaareysa halka kuwa kale ay daawanayaan waxaan ku suganahay garoon lagu ciyaaro kubada cagta oo ku yaala xaafada wajeer degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir hadaba maxaa isbedelay dhalinyarada xilliyadii hore way ku adkeed inay halkan yimaadaan oo kubada ay ku ciyaaraan xitaa taleefannadooda in ay magaalada la dhaxmaraan waxay aadi jireen meelo kale si kubada ugu soo ciyaaraan balse hadda waxay halkana ku bilaabinayaan isla markaana ay kula ciyaarayaan dhalinyarada degmooyinka kale xilli hore kubada aanti magaalka aad jirnay Brunei meelka ku soo dhiil jirnay cabsi daraadeeda qof adoo garoonka aadid garoonka midi iyo baangad iyo wax walba soo qaadi jiray aanu turiye jirnay xeebta xataa أبت حتى أداءنه عن سوبر سجيران هذا ثيار ما عندنا هذا كاران كاران ثيار ما جيبون تول بعيدنا جو أبني وقف أبني هذا أبني ثيار ما أبني أوكي هذا والله بلا هذا بناك إلى لحسة ما برجع استعمالي ثيار ما هذا لكن لي شبه سجاك شد مال ولا جم هذا لكن ويجي ورنا كانوا كل حتى موت هذا سوبر سجاد هذا كاران روا أوك سلام أتمنى دول حتى ده يصير مرة الأولى هذا عادي وأول سكوت يوم متوه ورين لام يقول سارين هذا وحال كان كصعدة شاكو إياه مدد دالو لأن يرى إياه دقوبة متوه إنك بجاجتا أو حليه هراء عبسيدو أي كوبة نيت أيا هادا تغيا ميل كستو أو كامي دا دقمة دا كهاران إياه قبل كبنادر هادا كو شهادة دير عالقي دي هاوا عصير نولكاس ميلو باتايا سرتكو فيا دموريو كاية تركيا ميلو بعد ميلو باتايا دي اللي يارم وكعب الجري لكن بغل الجري يا لو عطوا عيال ويرو لا تدلان
dadku waxa dhacayaan dadka qorto loo duuyay umada dhawaatayaan hadda walaal amni fiican haysana digmadan ayaa kasoo kabaneysa xaalada amni darre oo ay sal u ahaayeen ciyaal weero iyo burcad hubaysan muuse axmed geese waxa uu ka mid yahay duqowda degmada kaaraan waxa uu ku fiidsanayaa meel cabaar u jirta hoygeysa maan ninkan biyaha miira a gabar ka tagtay iyo masaajidka inta ka dhaxla looga qaatay hadday gelayso u arkay guriga masaajidka soo horjeed oo waxbad ku fidiso yirigna ka yiriso inta ka baa kuuqaan dhel xool laanta iyo gadaashada iyo maas ebraal isaga dhigi jiro waana xaafad ugu roon hadda wajeer haddii la yidhaaho dadku moogta baniaadinka afkiisaa keelay iyo aragtidiisaad ku arkay inta ugu roon wajeer yahay qaybtaas hooso saas u tagto ilays waxaa ibtalaa dhulkan kaleeto dowladda daal badan iyo juhdi badanay ku soo bisay waana ku mahadsan tahay inkastoo degmada kaaraan ee gobolka banaadir ay kasoo kabanayso amni darradii ka jirtay hadda waxa ay u jaleecaysaa dhinaca horumarka iyadoo u baahan in dib u dhis lagu sameeyo waddooyinkeeda ayna maal gashadaan ganacsatada si shaqo abuur loogu sameeyo dhallinyarada faraha badan ee shaqo la'aanta ku dilootay degmada. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.